أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من جنود العقل الحلم، ويضاده السفه بترك الحلم، فإن السفه من جنود الجهل. وكما ذكرنا سابقا، فإن الله سبحانه وتعالى حينما خلق العقل جعل له من الجنود 75، وجعل للجهل أيضا 75 من الجنود. فكل جندي من جنود العقل يضاده جندي من جنود الجهل، لأن الدنيا دار امتحان، والإنسان مختار في تصرفاته، فلذلك يتمكن من تقوية عقله واتباع عقله، وذلك بتقوية جنود العقل، ويمكنه أن يتبع الجهل ويقوي جهله بجنود الجهل. وهديناه النجدين كما يقول الله سبحانه وتعالى، وكما قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي بيّن لها ما فيه التقوى وما فيه الفجور. والحلم من أشرف جنود العقل، ولذلك لشدة ارتباط العقل بالحلم سمي العقل بالحلم أيضا، من أسامي العقل الحلم، وجمعه حلوم. الحلم من أسامي العقل. والله سبحانه وتعالى لما أراد أن يمدح إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصفه هكذا: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني قدم الحلم على العبادة. لماذا؟ لأن الحلم هو سبب للعبادة. قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الأواه والمنيب إشارة إلى عبادته وتضرعه إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما كان الحلم من أفضل جنود العقل بسبب أن الإنسان يبتلى بالجهال، وهؤلاء الجهال بتصرفاتهم السفهية يثيرون الغرائز الحيوانية في الإنسان، من غريزة الغضب والانتقام وما إلى ذلك. وهذه الغرائز إذا هاجت فإنها تخرج الإنسان عن طوره، بحيث أنه يرتكب أعمال يندم عليها في المستقبل. الله سبحانه وتعالى جعل الغرائز في الإنسان، هذه الغرائز إذا الإنسان استفاد منها في بالمقدار المعتدل تكون بصالحه في خدمته، ولكن إذا أفرط أو فرط يكون هناك الرذيلة. فلذلك حيث أن الجهال يستثيرون الغرائز الحيوانية يخرجوها عن طورها، لذلك الإنسان قد يتصرف تصرفات سفهية. فإذا كان حليما بحلمه يكبح جماح هذه الغرائز الحيوانية ولا يدع لها مجالا للانفلات، فإذا لم تنفلت تلك الغرائز الحيوانية يأتي دور التعقل، فالإنسان يتعامل مع هؤلاء الجهال تعاملا عقلانيا بعيدا عن الحالة الحيوانية. ولذلك قد يكون الإنسان مثلا يبتلى بناس يستهزئون به، فإذا لم يعر لهم أي أهمية مضى في طريقه وفي عمله، فإن هذا الإنسان يتمكن من أن يستمر في الطريقة التي رسمها لنفسه في الحياة، وهذا يكشف عن سمو النفس، لأن النفس عندما تكون سامية
لا تهتم بالأمور الصغيرة. إذا واحد سبك، أنت تتمكن من أن تكيل له الكيل بمكيالين، ولكن إذا أنت كنت صاحب قدرة أو صاحب منزلة اجتماعية أو صاحب ثروة أو صاحب علم، فلم تعر له أي بال أي أهمية. فماذا ينقص مني إذا سبني فلان أو فلان؟ واستمرت في منهجك الذي رسمته لنفسك، فهذا دليل على قوة عقلك وسمو نفسك. ولذلك الحلم من صفات جميع الأنبياء، من صفات المصلحين الكبار. المصلحون الكبار في طول حياتهم يبتلون بسفه السفهاء، فإذا أرادوا أن يقابلوا السفه بسفه مثله، هذا يؤدي بأن يغفلوا عن الهدف الأسمى وهو الإصلاح الذي يريدونه أو هداية الناس. لكن إذا تركوا السفهاء، لعله في يوم من الأيام نفس أولئك السفهاء يتوبون ويرعون وينتبهون إلى خطأ أعمالهم، مضافا إلى أن سائر الناس حينما يكتشفون سمو نفس هذا الإنسان الحليم يتقربون إليه وإلى أفكاره وإلى تصرفاته أكثر من ذي قبل. فالخلاصة أن الحلم يكشف عن سمو النفس في الوقت نفسه، يسبب أن الإنسان يتمكن من السيطرة على جماح الغرائز الحيوانية، وأن يستمر على النهج الصحيح أو الخطة التي رسمها هو، بدون أن يتمكن الجهال من صرفه عن هدفه الذي يريده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الحلماء. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.